ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج السرطان، توقعات العاطفة لشهر يونيو لعام 2021. الوضع العاطفي هيكون افضل كتير خلال الاسبوع الاخير يا برج السرطان لما الشمس تكون موجودة في برجك، الا ان كمان الزهرة موجودة في برجك، اذا الوضع العاطفي رائع، بس هو اخر اسبوع هيكون اروع. ليه؟ لان عندنا اول 21 يوم في بعض المشاكل او الخلافات على سمعه، على اسرار، سواء حد بيقلب لك في مشاكل ويقلب لك في دفاتر، سواء في بعض المشاكل اللي ممكن تاثر عليك من الناحيه العاطفيه، واول 21 يوم ده هيكون موجود، او ان انت متاثر بسبب تقلبات المزاج، فبالتالي نوع من انواع الضغوط، الى ان الوضع بشكل عاطفي هو افضل فيما قبل، يعني افضل عن قبل كتير، افضل عن قبل يوم 3 في الشهر 3 يونيو، لان من يوم 3 يونيو كوكب الزهره بيكون موجود عندك اللي هو كوكب الحب، فبالتالي بيدعمك بقى حب عاطفه وي وي، وكوكب المشتري اللي موجود في الحوت بيدعمك جدا من حته الحظوظ برضو. فالوضع العاطفي مهما كان واتكلمنا فهو احسن عن قبل كتير، والدنيا بتبقى اهدى والطف، المشاكل الحاجات المثيره للخوف والقلق كل ده بيبدا انه يقل، بس بطبعك عشان انت غيور او انت طبع بتغير خاصه في الفتره الاخيره، عندك غيره كتير وشكوك كتير والقلق لما بيخش جواك بيعمل لك تقلبات في المزاج كبيره، فبالتالي الموضوع مش هيكون، هو الموضوع بيهدى بس مش هين مره واحده، لا بياخد خطوات، بتعمل مطبات مطبات لحد ما توصل لارض سلسه. فده بالظبط الشكل اللي عندك، تبدا توصل للشكل السلس الايجابي من بعد يوم 23، اي دخول الشمس عندك، هتحس ان انت طاقه، تحس ان انت متغير للافضل للاحسن، ثقتك في نفسك بترجع لك لان ثقتك في نفسك مهزوزه بعض الشيء، فبالتالي لا الوضع بيكون افضل امن احسن، خاصه ان انت بتدور على انك تخس او تضخم، بتدور على ان انت تظبط حاجه في شكلك، بتدور ان انا مثلا عايز اعمل تقويم في اسناني مثلا، عايز اغير لون شعري، عايز اعمل مش عارفه ايه، فعندك حاله من التغيير عايز تعملها، اما توصل لحالات كتيره من التغيير هيكون ده جينا اليوم 23، فبتبدا ان انت يكون عندك حاله من الاطمئنان، حاله من الهدوء، حاله من حته الثقه في النفس. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل جاذبيه من الاخرين ليك، بيزود الالتفات ليك جدا، فللناس اللي مش مرتبطين عندك حب وعندك زواج بشكل كبير، عندك خطوبه، عندك بدايات عاطفيه جايه من علاقه صداقه بتتحول لعلاقه عاطفيه، او علاقه سفر بتقابل شخص غير جنسيتك او غير ثقافتك، هيكون معجب بيك كتير وهيفتحك في موضوع زواج او خطوبه، او هيبقى يعني في بوادر كده يعني. بالنسبه للناس المتجوزين، في بعض المشاكل اللي كانت موجوده كتير مع ابراج ترابيه وابراج ناريه زي العذراء القوس، فعندك ده والثور من الابراج الترابيه، فعندك بعض الابراج اللي فيها مشاكل، لا بدا الامور انها تتحل او انها تاخد شكل افضل. طيب بالنسبه للناس المنفصلين، الماضي عايز يرجع لك ولا لا؟ الماضي عايز يرجع لك جدا يا برج السرطان، وعندك علاقه طرف ثالث مش هتسيبك، علاقة طرف ثالث يا إما بيحبك قوي، يا إما هو تعلق فيك جدا، يا إما هو معجب بيك جدا، فعندك علاقة طرف ثالث يجب أنت تحل الأمر ده في خلال الشهر. بالفعل أنت هيكون عندك حل وهتوصل لحل كبير لترضي بيه طرف كبير أو ترضي الأطراف بشكل عام يعني، فعندك نقطة دي جدا. علاقتك بقى مع كل الأبراج، طب إن في نسبة رجوع موجودة عند برج السرطان، أو في نسبة رجوع بتتعدى 60%، بتتعدى النص التاني هيكون افضل كتير، خاصة عندنا من بعد يوم 11، يعني من يوم 12 الامور العاطفية بتبدأ انها تكون داعمة ليك في مشكلة تانية بتقابلها من حيث التقلبات المادية، بس في نفس الوقت الشريك هيكون بيدعمك، ومن يوم 21 الوضع هيبقى افضل كتير واحسن كتير، الى ان نوصل للشمس لما تدخل برج السرطان هيبقى الوضع افضل وافضل، يعني احنا بنمشيها بشكل تدريجي. فعندك ده على حسب وجود الشمس، على حسب ان العطارد بيمشي امتى، لان عطارد موجود في مكان بيشكل سمعة عليك شوية حتى لو كان بيأثر على العاطفة جدا، فده موجود. طيب بالنسبة كمان يا برج العذراء، في الامور يا برج السرطان بالنسبة لي الامور لكل الابراج، او مع علاقتك مع كل الابراج ايه؟ برج الحمل، برج الحمل انتوا الاتنين متعلقين ببعض جدا، في جاذبية قوية كبيرة قوي، في ان انتوا حابين بعض جدا، بس في بعض الضغوط والمشاكل اللي بتحس ان انت بتعتب قوي على الشخص ده، او الشخص ده بيعتب عليك، في نوع من انواع العتاب او الانتقاد بعض الشيء، ولكن العلاقة في الظاهري بتحاولوا تداروا المشكلة اللي موجودة جواكم، او
العتاب اللي انت عايز تعاتبه له مش بتعاتبه بالشكل الحرقه اللي جواك، لا بتعاتبه بشكل خفيف. ليه؟ لان انت خايف على زعل الشخص ده جدا. مراه السرطان تخاف على رجل الحمل قوي والعكس صحيح، يعني المراه هي المنكسره في الامر ده اللي بتخايف على زعل اللي قدامها ايا كان، يعني بطبعنا حنينين. بالنسبه لي برج الثور، الثور والسرطان في نوع من انواع شويه العند. الثور بيشكل عند، بيشكل يا كده يا عاجبك يا لا، يا عاجبك يا لا، في 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 نوع ناشف شويه، الى ان الامر فيما بعد بيبدا ان هو يعني ياخد حلول قويه، بتبدا العلاقه تتحسن، بيبدا ان يكون في في فرصه تخلي العلاقه دي اميز، تخلي العلاقه دي اميز سواء رجل او مراه. فليه؟ لان في مشاكل بتقابل برج الثور، فبرج الثور علاقته بيصلحها بنفسه بس بتاخد وقت شويه لانه بيفكر فيها، فبالتالي هيكون السرطان هيساعد، فالدنيا ماشيه لطيفه يعني. لو مرأة الثور ورجل السرطان اقدر اقول لمرأة الثور خلي بالك من ان انت تكوني قويه قوي، فرجل السرطان يروح لحد يكون خفيف شويه، خلي بالك يعني. بالنسبه لي برج الجوزاء، الجوزاء والسرطان عيش الدنيا، بيحبوا بعض قوي قوي، او السرطان بيعشق بيموت في برج الجوزاء، بس في نفس الوقت مطلع عينك الجوزاء، بمعنى ان انت غيران قوي ومحتار قوي ونفسك تراضيه قوي، بس هتقدر تعمل ده وهتكون بتملك الجاذبيه للفتره اللي جايه. يعني لو هو شايف نفسه جدا ومنجذب ليك بس انت منجذب ليه اكتر، من بعد الاسبوع الاخير هيكون درجه الانجذاب وصلت لتلاقي حلو. السرطان والسرطان بعض المشاكل او الضغوط اللي بتواجهوها مع بعض، لكن الدنيا بتكون احسن او افضل في الفتره اللي جايه. يعني في بعض الخلافات والغيره والشكوك والانتقاديه والتسرع في الكلام وما بنتحكمش في افعالنا ولا كلامنا، لا الدنيا هتكون افضل كتير. بالنسبه لي برج الاسد، الاسد والسرطان انت معجب كتير بالاسد، انت بتحب كتير شخصيه الاسد، بس الاسد مغلبك لانه هو بيعاني من مشاكل عاطفيه، تفكير كتير، الماضي بيقلب عليه او بعض المشاكل العائليه اللي بتأنب فيه جدا، فبالتالي كل ده بتاثر على عاطفته. بالنسبه لبرج العذراء، العذراء والسرطان في مشاكل، والمشاكل دي تخص امر مادي، انتقاديه ما بين الاثنين، بعض الخلافات، خلي بالكم كتير من الانفصال، من الانفصال في العلاقه دي. بالنسبه لاصحاب برج الميزان، مرأة الميزان ورجل السرطان، رجل السرطان يحب كتير مرأة الميزان، علاقه فيها فيها قوه مرأة الميزان ورجل السرطان، العكس فيها نوع من انواع الغيره الشكوك شويه، فرجل الميزان خلي بالك على مرأة السرطان عشان هي دماغها بتروح في حتت كتير قوي 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 وبتحس بيك قوي، فخلي بالك عشان ما تقعش في مشاكل كبيره. بالنسبه لاصحاب برج العقرب، العقرب والسرطان كان في مشاكل كبيره ما بينكم، او يكاد يكون كان في خلافات وانفصالات الى ان هيتم رجوع، او شخص السرطان عايز، انت يا برج السرطان اللي عايز ترجع لبرج العقرب، برج العقرب انت بتحبه قوي، برج العقرب انت شاغل لك بالك جدا، عمال يعني لا مش ناسيه يعني. وبرج العقرب مرأة العقرب عاشقه للرجل السرطان، ورجل السرطان ممكن يكون عنده طرف ثالث او عنده شخصيه دخلت حياته، بس هتبدا ان يكون في مشاعر ليك يا مرأة العقرب، يعني هيكون في لينك تاني بيجمعنا في الاواخر، بس فيها مشاكل كتيره العلاقه دي، خلي بالكم جدا كونوا حذرين فيها. بالنسبه لبرج القوس في مشاكل ماديه في العلاقه دي، في بعض الخلافات او العلاقات الطرف الثالث، لازم نكون حذرين، الى ان بتبدا العلاقه تتصلح، والقوس هو اللي بينجذب للسرطان اكتر خاصه في اخر اسبوع. بالنسبه لي اصحاب برج الجدي، الجدي والسرطان العلاقه فيها حيره ما بين الاثنين، فيها قلق، فيها خوف، الاثنين عندهم ده، عندهم تعب ممكن يكون من وضع مهني او وضع اسري عائلي، ففي بعض المشاكل ممكن تكون اللي من بره مأثره علينا في العلاقه العاطفيه، فبالتالي تعمل قلقله في العلاقه دي، محتاجين الصبر على بعض جدا. بالنسبه لاصحاب برج الدلو، الدلو والسرطان عاشقين لبعض قوي وبيحبوا بعض جدا، ده بيحب حنيه، يعني الدلو بيحب حنيه السرطان جدا، بيحب جدعنه السرطان، السرطان عاشق للهوائيه بتاعه الدلو وطريقتهم وافعالهم وحركاتهم والكلام ده كله، فلا علاقه حلوه حتى لو فيها بعض الاختلافات، لا بس بتكمل بخير. الحوت والسرطان العلاقه دي مميزه، علاقه ايجابيه، ولكن محتاجين ان يكون في حب بحقيقي ما بيننا. عامة كل الأبراج بتمنى لك، أو علاقتك مع كل الأبراج، لأن كل الأبراج بيسمعوا في النقطة دي أو الأمور العاطفية، بشكركم جدا وبحبكم كتير، بتمنى لكم الحب والسعادة والعاطفة واللي 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 الحاجات كلها الخير فعلا. برج السرطان يستاهلها لأنه برج طيب، بس هو بيعاني حاليا، محتاج الصبر من الشخص الآخر أو الجنس الآخر ليه بجد.
ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.